مفهوم دكتور يوسفي. كثير ما نتحدثوا على حالات الشفاء، ولكن حابين نعرفوا احنا كجزائريين، هل كاين من بين الناس اللي دخلوا حالات الانعاش وربما حتى يعني لانتوباسيون كما تقول واكتبر بالعالمين انهم شوفوا وخرجوا من المستشفى واصبحوا يعني بصحتهم والحمد لله؟ لا كاينين، هو اللي أدرى باش يتكلم على الأخوة اللي مختصين في الإنعاش، ولكن عندنا معلومات من الناس اللي بقاو في الإنعاش ولحقوا المرحلة خطيرة وخرجوا من مصلحة الإنعاش شافين. بالطبع النسبة المئوية للناس اللي تشفاو من مصلحة الإنعاش مش كما النسبة المئوية في المصالح الأخرى، ولكن موجود كاينين. طيب.